باشمهندس إيهاب، حديقة الفسطاط متوقع أو حسب التخطيط هتكون أكبر حديقة في الشرق الأوسط. المساحة الضخمة جداً، 500 فدان اللي بتقام عليها الحديقة دي، أظن أعطتكم تنوع كتير جداً أو قدرة على التنويع التصميم الموجود اللي هيكون عليه إن شاء الله هذه الحديقة. فإزاي قسمتوا هذه المساحة الضخمة؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هبتدي لحضرتك بالكونسبت العام اللي اتبنى عليه الحديقة. المنطقة اللي هي 500 فدانة اللي بنتكلم عليها هي فيها مقاومات كبيرة جداً، سواء المقاومات دي مقاومات طبيعية موجودة في بحيرة عين الحياة وفي التلال اللي موجودة اللي مشكلة داخل جوه الموقع واللي هي تشكلت عبر الفترات المختلفة واللي هي تعتبر أسد كبير جداً إن إحنا ممكن نستغله في إن هو يكون مطلات بتبص على معالم القاهرة التاريخية، أو في وجود مصدر للمياه الجوفية اللي موجود في الموقع اللي إحنا ممكن نستخدم المياه الجوفية دي في بعد معالجتها في إن هنا نستعملها في الري بتاع المساحات المزروعة ونخفض بيها مستوى المياه الجوفية على مناطق الحفريات. ده الشق اللي هو الشق الطبيعي. في شق تاني، شق ثقافي، لأن المشروع بيحتوي على معالم ثقافية مهمة جدا، متحف الحضارات من ناحية، بيت القاهرة من ناحية أخرى، كمان المركز الحرف والفنون اللي موجود بتاع الفخار اللي موجود في الخلف، دي من العناصر الثقافية الهامة. عندنا جامع عبر العاص خلف حضرتك، وعندنا مجمع الأديان وكنيسة مار جرجس في الخلفية ورايا. تمام. عندنا مقاومات بقى تاريخية مهمة جدا. المقاومات الظاهرة بالنسبة لنا وبالنسبة لكل المصريين اللي هم بيتعاملوا معاها هي مسجد عمرو بن العاص أو مجمع الأديان. ومجمع الأديان كمان بيشتمل مش بس على مجمع الكنائس وحصن بابليون، هو كمان بيشتمل على المعبد اليهودي. بالإضافة كده إن الموقع نفسه فيه مسجد أبو السعود الجرحي، ده هيبقى جزء من الموقع وده موجود على طريق صلاح سالم. كمان إن فيه في الموقع مشهد آل طبطبة، وده اللي كان موجود على بحيرة عين الحياة ومع وزارة الآثار بيتم نقله. أهم بقى جزء في المشروع كمان هو حفائر الفسطاط اللي هي أصل مدينة الفسطاط التاريخية، واللي هي هتعتبر نقطة مهمة جداً للجذب السياحي بالنسبة للمنطقة. المشروع اتصمم على أساس فكرة إن أنا عندي مجموعة المقاومات الطبيعية والمجموعة المقاومات التاريخية والمجموعة المقاومات الثقافية، إمكانية الربط بين كل المقاومات دي في نسيج واحد يسمح بأن أنا أعمل حديقة كبيرة عامة. الحديقة دي تجمع في طياتها كل العناصر اللي أنا اتكلمت عنها. كيف هي التقسيمة بقى؟ هقول لحضرتك المشروع اتعمل ازاي. اتعمل على الربط ما بين بحيرة عين الحياة وجامع عمرو بن العاص من خلال مسار بحيرة عين السيرة، من خلال مسار مائي. المسار المائي ده بيربط ما بين بحيرة عين الحياة وجامع عمرو بن العاص. على ده احد المكونات الأساسية في المشروع، وكمان الربط ما بين مسجد أبو السعود الجرحي وما بين منطقة عمرو بن العاص من خلال مسار تاني اللي هو يعتبر بنسميه احنا بالنسبة لنا المسار التجاري والحرفي وكده. الحاجة الثالثة هو عمل مدخل جديد لمتحف الحضارات من طريق صلاح سالم، وده من خلال محور مهم جدا عملنا فيه مجموعة من الحدائق التراثية او كده. على مستوى الماستر بلان ككل اللي هم 500 فدانة اللي بنتكلم عليهم، المحور الكبير اللي هو الماء اللي احنا اتكلمنا عليه ده اتقسمت 8 مناطق رئيسية مكونة للمشروع. معلش يا باشمهندس، محور مائي يعني هنربط بحيرة عين السيرة ببحيرة موجودة هنا؟ لا مش بحيرة يا فندم، مسار مائي. مسار مائي مسار يعني مائي إيه؟ يعني اكنه قناه مائيه هتبقى واصله من بحيره عين السيره لمنطقه ساحل جامع عمرو بن العاص. يعني في شق قناه من بحيره عين السيره لغايه هنا. مظبوط يا فندم، هي هتبقى قناه صغيره جدا، لكن في نفس الوقت هي هتبقى عنصر ربط بصري مهم جدا للمشروع. هنوزع عليها كل المناطق الرئيسيه اللي بتمر سواء بالمقاومات الطبيعيه او المقاومات التاريخيه او المقاومات الثقافيه اللي موجوده في المشروع. وممشى طبيعي كمان. وممشى طبيعي طبعا، وبتهدف كمان ان انا بستغل فيها المياه الجوفيه اللي عندي، ان انا بعد ما بعمل لها معالجه هي نفسها اقدر استغل كمان المياه في ان انا اعمل الري بتاع كل المساحات المزروعه اللي موجوده، وكمان ان انا ادي شكل المسار المائي اللي موجود عندنا. طب كده عندي منطقه ترفيهيه، منطقه صناعيه تراثيه، وغير كده المناطق الخضراء بقى المحيطه. مظبوط. ايه كمان؟ انا بالنسبه نبتدي المناطق واحده واحده كده. من اول بنبتدي بمنطقه الاسواق التراثيه وساحه جامع عمرو بن العاص. حاليا احنا واقفين دلوقتي في ساحه جامع عمرو بن العاص. مساحه الساحه تقرب من 10000 متر.
الساحة في الأول كان فيها مجموعة من الإشغالات زي محطة أتوبيس وزي مبنى لإدارة الدفاع المدني، وبعض الإشغالات اللي كانت موجودة تم نقل الإشغالات دي، وبعض هذه المباني تم استبدالها بمباني تانية هتكون موجودة على أطراف الساحة. الساحة اتصممت بحيث أنها تبقى مدخل مهم جداً للمشروع وامتداد لمسجد عمرو بن العاص. مشكلة الجامع دايماً أن ما كانش في أوقات كتيرة جداً زي الأعياد أو زي في رمضان عند المصريين دايماً الصلاة في مسجد عمرو بن العاص بتبقى مهمة جداً وخاصة في رمضان، فكان معظم المصلين بيصلوا في الشارع نتيجة أن المسجد أصبح ممتلئ وبيمتدوا لغاية تقريباً طريق صلاح سالم. فاحنا استحدثنا الساحة اللي هي اللي موجودة بحيث أن هي تستوعب أعداد كبيرة جداً من المصلين. اللاندسكيب اللي هيبقى معمول في الساحة هيبقى محطوط في اتجاه صفوف الصلاة بحيث تسمح لأن الناس حتى في الساحة تبقى متوجهة للقبلة. كمان أن على أطراف الساحة تم وضع خدمات سواء ميضة للرجال ميضة للسيدات. كمان أن الساحة هتستوعب أنشطة كتير، منها أنشطة سياحية، منها إقامة معارض، منها احتفالات شعبية ممكن تتعمل في الساحة. على أطراف الساحة هيبقى في كافيتريات ومطاعم بتطل على الساحة بحيث إن هي تعتبر يعني كأنها كوميونيتي سنتر مهم جدا ومدخل للحديقة بتاعتنا، وتبقى ساحة لمنطقة مجمع الأديان بالكامل. ده الجزء الأولاني اللي احنا بصدده، ده الجزء الخاص بجامع عمرو بجامع عمرو بن العاص. يلي ذلك بندخل على منطقة الأسواق التاريخية أو التراثية. الأسواق دي كان في منطقة الفسطاط القديمة مجموعة من الحرف اللي كانت موجودة، منها احنا نعرف مثلا زي الشمع، النسيج، السجاد، الخزف، كل دي حرف موجودة. فاحنا الحرف دي بنعيد إحيائها تاني في إطار مجموعة من الأسواق اللي احنا بنسميها الأسواق التراثية، بحيث ان هي النسيج بتاعها بيبقى قريب جدا من النسيج القديم اللي كان موجود، وبنربطها في بعض المناطق بمناطق منطقة الحفائر اللي هي موجودة بتاعة أصل مدينة الفسطاط، بحيث ان احنا بنربط ما بين النسيج القديم بتاع منطقة الحفائر والجزء المستحدث اللي احنا بنعمله في منطقة الأسواق التراثية. ده منطقة صناعية تراثية، منطقة ترفيهية. تمام. بننتقل بعد كده الى كل ده احنا على المسار المائي واحنا ماشيين، بننتقل ملحق معاها منطقة اسمها شارع الأناديل. شارع الأناديل هو احد اسماء الشوارع اللي كانت موجودة في منطقة الفسطاط القديمة. فعلى شارع الأناديل ده بيبقى احنا بنسميها القصبة وشارع الأناديل، ده بيبقى على غرار شارع المعز كده، بيبقى عليه مجموعة من المباني زي الوكالات او المباني اللي هي اصلها ليها ابعاد تاريخية لكن في اطار تصميم معاصر، وفي نفس الوقت هيبقى فيها فندق في المنطقة دي هيستوعب ما يقرب من حوالي من 100 ل 150 غرفة في منطقة القصبة، وهتتصل في النهاية عند مسجد أبو السعود الجرحي، وهنعمل ساحة عند مسجد أبو السعود بحيث تبقى المدخل الشمالي بتاع المشروع بتاعنا. باشمهندس، تصميمات المباني دي روعي فيها الشكل الأثري؟ طبعاً، التصميمات اللي احنا عملناها هي تصميمات كلها بتتواءم مع العمارة التقليدية اللي موجودة في المنطقة، واللي هي تعتبر إرث بالنسبة لنا مهم جدا ولابد من استمراره والحفاظ عليه بالنسبة خاصة في منطقة الأسواق ومنطقة شارع الأناديل اللي احنا بنتكلم عليها. يلي ذلك المسار المائي بيكمل معانا لمنطقة الحفائر، ومنطقة الحفائر دي هيتم فيها إعادة الكشف عن شبكة الحركة اللي كانت موجودة في مدينة الفسطاط القديمة، في نفس الوقت عمل مسارات خشبية مكان المسارات الحركة دي، وفي نفس الوقت هيبقى فيه إمكانية الزيارة لكل مناطق الاستكشافات اللي هتتعمل بالنسبة للحفائر. وعلى الطرف بتاع هذه المنطقة هيكون فيه مجمع أو مركز ترفيهي، وفي نفس الوقت يحتوي على مجموعة من إمكانية أن يكون فيه معارض بننقل المنتجات اللي هي اتعملت في منطقة الورش والمناطق الحرف دي، ويكون تتعمل في معرض من المعارض داخل منطقة المركز الترفيهي. مش مهندس، احنا كده كأننا بنعمل فسطاط جديدة. هي ان انت هي مش اكنك بتعمل فسطاط جديدة، هي ان انت بتاخد كل المقاومات اللي كانت موجودة في الفسطاط التاريخية وبتعيد احيائها تاني وصياغها في اطار يحترم التاريخ، وفي نفس الوقت بيتواكب مع الأمور المعاصرة أو العصر اللي احنا فيه. بنكمل بعد كده على منطقة الوادي، والمنطقة دي تعتبر من أهم المناطق المهمة لأنها بتحتوي على التلال. احنا كان عندنا كم من تلال القمامة موجود في الموقع،
هيعاد استغلال هذه التلال بإعادة تشكيلها بصورة أو أخرى، بحيث يتم أن هي تبقى كلها تلال مزروعة، هتبقى عليها مسار للدراجات، مسار للتريض بين التلال، هيبقى فيه وادي مائي، فيه حديقة للزهور المصرية وكل النباتات المصرية اللي كانت بتطلع في النباتات المائية زي الباردي أو زي اللوتس أو كده. على قمم التلال دي هتبقى في أماكن يصلح فيها أنها تكون مطلات على معالم القاهرة التاريخية، سواء المقطم أو قلعة صلاح الدين وجامع محمد علي، أو حتى منطقة الأهرامات، لأنها من فوق التلال دي سيتم رصد معالم كتيرة جدا بالنسبة للقاهرة التاريخية. باشمهندس، يكفي أن يكون في عندنا رئة في قلب القاهرة، لكن إمتى هذا الحلم الكبير يخلص؟ هو مخطط للحلم ده أنه يخلص في خلال سنة إن شاء الله، ما بين إعداد الرسومات وما بين عمل وما بين التنفيذ المشروع.